أعلن نادي كفرنبل الرياضي عن إطلاقه لبطولة سباحة على مستوى المدينة، وأطلق عليها اسم بطولة كفرنبل الأولى للسباحة، والتي تقدم إليها كل من يهوى هذه الرياضة من أبناء المدينة. طبعا المشاركة هي كانت عن حب للسباحة، هواية السباحة. أنا كنت عايش قبل في نهر الفرات، قريب من نهر الفرات، كنت تعلم سباحة هناك. جينا على المنطقة هون قام الأوضاع الأمنية ما خلتنا نسبح كتير، فشاركنا فيها والحمد لله انبسطنا. يعني كان في متنافسين جيدين جدا. الله وفقنا في المركز الثالث. تعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية، حيث عمل على تنظيمها مختصون وسباحون على مستوى دولي. أنا بشتغل مدرب سباحة وحبيت أشارك خبرتي مع النادي الرياضي، نادي كفرنبل الرياضي، ونقيم بطولة مصغرة 25 و50 متر. الحمد لله كان في إقبال كبير، في تقريبا 40-50 مشارك في السباقين 25 وال50. شملت البطولة على مستويين، أحدهما للكبار والآخر للصغار، وشهدت إقبالا من هواة السباحة رغم ضعف إمكانيات النادي بحسب القائمين عليه. نحن كإدارة نادي كفرنبل للأسف ما بنمتلك مسبح خاص، فاضطرينا أنه نعمل هذه البطولة في مسبح في مدينة معرض النعمان المجاور لمدينة كفرنبل. الإقبال الحمد لله كان أكثر من ممتاز، يعني نحن وقت اللي كانت الفكرة ما توقعنا يكون هيك الإقبال، يعني وصل عدد مشاركين تقريبا ل 40-45 متسابق بجميع الفئات العمرية. يسعى نادي كفرنبل الرياضي إلى توسيع الرقعة الجغرافية التي ستشملها البطولات القادمة، خاصة مع انتشار المسابح بشكل كبير وتكرر حالات الغرق في الشمال السوري. ما يجمع الشباب هنا هو حبهم لرياضة السباحة ولإحياء روح التحدي وذكريات لم يعيشوها منذ سنوات طوال. محمد فيصل، أورينت نيوز، ريف إدلب.